بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نجدد اللقاء على مائدة من موائد القرآن الكريم، ومع موضوع جديد، طلب التثبت في تلقي الأخبار، وهذا يعتبر صميم أو من صميم سورة الحجرات، وأدب من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلمون. أترككم الآن إن شاء رب العالمين مع آيات من الذكر، فلتستمعوا مشكورين. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. شوف خلق، هذا الخلق يدعو الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات للالتزام به، ألا وهو التثبت. وشوفوا القضية الآن، الرؤية الملفت للنظر، أن النداء يا أيها، وقلنا يا أداة تنبيه، يعني بمعنى انتبهوا أيها المؤمنون لما سيأتيكم من تعاليم، إن جاءكم فاسق، يعني معنى ذلك أن هناك من المؤمنين أو الذين ينتمون إلى الإيمان فسق. ولما نيجي نقف مع كلمة فاسق، شوفوا كلمة الفاسق الخارج عن الإسلام وحدوده، يعني احنا بنتكلم مش معناته الخارج عن الإسلام الكافر، هو بيتكلم عن الخارج عن تعاليم الإسلام، أو الخارج عن عدم الامتثال لأوامر الله. والفسق يعني مش كل فاسق كافر، وهذا اللي بنتكلم عنه، يعني بمعنى الفسق معناته الخروج عن الشيء. ولما نقف مع المعنى اللغوي، لما احنا بنقول فسقت الرطبة، يعني بمعنى تخلصت من ثوبها، وهذا الكلام اللي احنا يجب ان نقف معه في هذا الموضوع العام. اذا هنا العرب بيقولوا فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرتها، وسموا الفأرة فويسقة لأنها إيش مالها؟ لما فيها من الخبث والفسق، وذلك لخروجها من بيتها مرة بعد مرة، يعني دائما تطلع وتنزل تطلع وتنزل، يعني هذا اسمه خروج، فسميت فويسقة لهذا الأمر. إن جاءكم فاسق بنبأ، والنبأ هو يعني مجرد، طلع شوفي الآن في النبأ، وفي شيء احنا بدنا نشوف، الا لما بنتكلم عن الفرق بين على الاقل النبأ والخبر، هو الخبر ايش بنقوله النبأ، بس في شيء احنا لما نقول الحديث والنبأ، شو الفرق بين الاثنين؟ النبأ هو الحديث الصادق، اما النبأ هو كل كلام صادق او حديث صادق. النبأ هو الحديث الصادق، الحديث ايوه، هو إما أن يكون صادقا أو كاذبا، يعني بمعنى الحديث يحتمل الصدق ويحتمل غيره، يحتمل الكذب، لكن النبأ أبدا، الكلام الصادق البين الواضح. وهذا ما يجب، إن جاءكم فاسق بنبأ، حتى لو كلام صادق بده تثبت. شوف ما قالش لو جاءكم بحديث، جاءكم بنبأ، وهذا النبأ معروف أنه صادق
لكن يجب على الأمة التأكد. لا يطلق العنان للأمة بمجرد أنه أي واحد يأتي بخبر. إحنا صح أنه الثقة في المسلمين، لكن في أمور ينبني عليها أحكام، وطالما بتعلق بأمور أخرى يترتب عليها إحكام، وقد يكون الحكم قتل، وقد يكون سجن، وقد يكون بترتب عليها مضار. هذه القضية بتحتاج إلى تثبت من المسلمين، شفتوا؟ لكن إحنا اليوم يا سلام أخذها وطير، وبنأخذ الأخبار وكأنها مسلمات وانتهى الموضوع. إذا إحنا بدنا نتكلم عن قضية هذا الأمر، تعالوا نشوف النت ونقف مع النت ونشوف البلاوي والبهتان والغيبة والزور والافتراءات والأكاذيب، وبعدين هذا مش صحيح. وبعدين نقطة ثانية كمان، هل النت يعتبر الآن من المصادر الصحيحة أنه كل معلومة جاءت في النت؟ حتى العلم يا أخواتنا الكريمات، بدناش إحنا طلبة وطلاب يعني مراجعهم النت، ما في كمان من المفكرين، وفي من الناس يعني على الأقل الأقلام المأجورة، الأقلام الصفراء، وكل واحد بيكتب. في هناك كذلك من المنحرفين فكريا. يعني أنا اليوم لو أنا بدي أخذ الإسلام، بدي أخذه من المذهبية الشيعية، ولا بدي أخذه من الدروز، ولا بدي أخذه من مثلا القديانية ولا البهائية، فرق كافرة، ولا من النصيرية اللي اليوم بتذيق أهلنا في سوريا الويل. يعني هذه فرق يعني كافرة منحرفة، مش معقول إحنا نعتبر إنه هذا حديث وخبر محتمل كذب وصدق. لكن كمان هو إيش بقول؟ إن جاءكم هذا الفاسق بنبأ، شوف، بخبر صحيح 100% بده تأكد. تفضلي. نعم صحيح، ما المانع؟ احنا ما تكلمناش عن الشهادة، وبقول لك نقل خبر. طب انا بدي اسال الان، لو واحد كافر يهودي او حتى من اهل الوثنيين وتكلم وقال كلام صدق على التلفزيون، باخذه ولا باخذوش؟ شو المشكلة اني انا باخذ الكلام؟ انا باخذ كلام من الناس، اي واحد. لكن المسألة بعد هيك، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها؟ وين ما وجدها؟ عند مؤمن، عند كافر، هذه حكمة وحقيقة. وكثير من العلماء الكفر اليوم يعني المخترعين في أوروبا، ما أخذش منهم أيهم، هم كفر. كل الاختراعات العلمية اليوم وين؟ إحنا وصلنا للقمر العرب ولا المسلمين؟ ولا اخترعنا الذرة؟ هاي علم الذرة اللي بتدرسيه. يعني إحنا اللي ما شاء الله يعني في أشياء بنظنهاش هذه حكمة وهذا علم، وهذه أشياء إحنا بنتحرى. إذا كان هذا يفيد المجتمع المسلم بأخذ فيه، وإذا كان بالعكس. فبالك إذا خبر، أنا بتكلم عن تناقل الأخبار. الآية بتقول إن جاءكم فاسق بنبأ، بخبر، بكلام، أي كلام بده تثبت، ومتكلمش لسه على الاختراعات والفوائد كمان. وأي كلام أنا بنظر في هذا الكلام، في هذا القول، في هذا الحديث، فإن كان صادقا أنا أخذتي، وإن لازم بده تأكد. شو بتعرف إنه هذا صادق ولا كاذب؟ شيء. ولهذا إحنا في مسائل بدنا نقف عليها يعني حتى للاستفادة منها. فتبينوا، معناته تبينوا، تثبتوا. لأنه الآن بدنا نتحدث عن قضية الرأي، وهو مهم جدا في حياة المسلمين، إنه إحنا بعد التثبت هنا بمعنى طلب التثبت. معناته طلب التثبت يعني طلب البيان والتعرف على المراد من النبأ الذي يذاع بين الناس. يعني أي تبه، هو طالما يذاع بين الناس فهو حديث، فهو خبر. فهمتي؟ معناته الحديث يعني الخبر كمان بين قوسين. فهذا الخبر أو مجرد أنه يحتمل، أنت بده تثبت، بده تبين، لأنه هذا بيصدر عنه أحكام. شفتي أحكام للناس من غير أسس وموازين، هذه بتصير إشكالية. لابد أن يكون هناك في ميزان صحيح حتى لا نقع في الظلم، يعني ظلم الآخرين، وهذا لا يجوز على الإطلاق. لذلك وجب التثبت، وجب التحقق من صحة الأخبار قبل صدور الأحكام في حق الآخرين، وهذا اللي إحنا بدنا نقف معه. طبعا هنا بجهالة، طبعا هو بده يقول أنه بغير قصد. يعني أحيانا إحنا ممكن نؤذي الآخرين، وبالتالي نقع في قضية الندم والحسرة على ما وقعنا فيه من أمور. وبالتالي بقول إنه هذا الحديث أو الآية القرآنية الكريمة التي تبين موضوع رائع جدا، بقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم، لحدثت المشقة
ووقعتم في الإحراج وفي الفساد والإهلاك نتيجة الحكم على الناس بجهالة الخبر وعدم التدقيق فيه. وهذه مهمة جدا. وقضية الالتزام هو طريق الراشدين المهديين إلى محاسن الأمور. طبعا هنا نتكلم عن اللي بدنا نقف مع سبب النزول. طبعا الآيات نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ. الآن الوليد بن عقبة صحابي، انتبهي، لما بنتكلم عن الوليد بن عقبة معناته بين قوسين صحابي، وانتبه. والقرآن قال إن جاءكم فاسق بنبأ، طلع الآن الكلام، يعني حتى لو كان فاسق شفتوا الكلام الصحابي اللخجة فاسق. وإحنا بنتكلم عن كثير من الآيات بتكون نزلت خاصة لكن أخذت حكم العام لتعليم الأمة ولأخذ الدروس والعبر. هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليجمع الصدقات. ودير بالكم اللي بيذهبوا إلى جمع الصدقات من الثقات ومن التقات، شفتوا؟ الثقات والتقاة، يعني تقي وكمان ثقة، يعني عدل، يعني أناس اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار، لأنه هذه جمع الصدقات معناته في أمانة ولم شيك. ولهذا الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى جمع الصدقات من بني المصطلق، وكان بينه وبين بني المصطلق عداوة في الجاهلية، يعني في هناك قبل ما يسلم كان هناك ثارات بينهم. فلما سمع القوم تلقوه تعظيما لله تعالى ولرسوله، يعني هم عرفوا انه الوليد جاءهم رسول للرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لاستقباله ترحيبا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مين؟ هذا مرسل الرسول. فبالتالي لما خرجوا اليه ظن انهم يريدون قتله فهرب، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن القوم أرادوا قتله، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم. لو أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاع هذا الصحابي في قضية هذا الخبر العدم الغير متثبت به لحدثت مقتلة. انت عارفين معناته ناس طالعين جيش وطالعين يقتلوه، معناته بدهم يلتقوا الاثنين او يلتقي الجمعان وتحدث المقتلة ويحدث الظلم والقهر للآخرين بغير التثبت. شفتوا الآن؟ هذا من الأمور والمسلكيات. وبعضهم قالوا أنه يعني لما بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أتى رسولك وسمعنا به فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما أراد الله سبحانه وتعالى من إكرام، وهذا حق الله سبحانه وتعالى علينا. فبدأ له في الرجوع، يعني احنا فكرنا أنه هو رجع لحاله، فخشينا أن يكون يعني إنما رده من الطريق مثلا كذا وكذا، فبالتالي هما رجعوا أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروا بهذا الأمر. البعض الآخر قال نزلت في الوليد بن عقبة، بعثه نبي الله مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم فرجع. إذن هنا قضية بقول فأخبره أنهم قد ارتدوا عن دين الإسلام. هناك الخبر أنه قال أنه أرادوا أن يقتلوا، في الخبر الثاني بيقول أنه ارتدوا، يعني هذول الناس ما بدهمش الإسلام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت من الخبر ولا يستعجل على القوم، يعني تريث في نقل الخبر وبده تأكد. فانطلق حتى أتاهم ليلا، ثم بعث العيون على مين؟ على قبيلة بني المصطلق. فلما جاءوا أخبروه، أي أخبروا خالد أنهم متمسكون بالإسلام، سمعوا الأذان ورأوا الصلاة. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبهم، بعد ما تأكد من الخبر دخل عليهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو تثبتوا، والتبين من الله سبحانه وتعالى والعجلة من الشيطان. شوفوا الآن علاقة الآية بالسابقة، النداء لتقرير جهة القيادة طبعا، وهذا النداء الثاني لتقرير. وين قضية التقرير لقضية القيادة اللي في المقطع الأول؟ يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين ولا تجهروا له بالجهر كقول بعضكم لبعض. وأنتم بعدين يعني بمعنى رفع الصوت وتنادوه بالأسماء كما ينادي بعضنا البعض، هذا قضية هنا جهة التقرير من جهة القيادة في المقطع الأول، وهذا النداء الثاني جاء ليش؟ ما ينبغي من أدب القيادة وتوقيرها، معناته في آن تثبت وتقرير وإحنا نضع الخبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النداء الثالث يعلمهم كيف يتلقون، طلع الكلام هاي المقطع الثاني، يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون فيها، ويقرر ضرورة التثبت من المصدر. جاء كلام من أين؟ وهذا القيادة، جاني أي واحد من الأفراد من الجند من المؤسسة بخبر، سمعت، مين اللي حكى؟ تماما، ولازم تقول. أما والله تقول سمعت أو واحد قال وأنا مش لازم أقول اسمه، هذا كلام فارغ، هذا كلام مش علمي، مش دقيق في التثبت من المعلومات. ولهذا نجمل أن القرآن الكريم خاطب الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة من بعد بضرورة التثبت من الخبر الفاسق الكاذب، ليتعرفوا على الحق من الباطل، وليقفوا على حقائق الأمور قبل الوقوع فيما يحذر من أخطاء أو من أخطار. فكم فرق طلعي الكذب بين الأصدقاء، وكم سفك من دماء، وكم كان التسرع في الحكم مدعاة لشن حرب طاحنة تحدث بين المسلمين، وغارات وإثارة فتن وكراخية وحقد وحسد، وبتصبح بعدين تصبح من النادمين، بتقول يا ريت ومش يا ريت بعديش بعد ما حدثت المقتة وحدثت الخسارة. وبالتالي أنه كثير من الناس بسفكوا الدم وبخذوا مال الناس بغير حق، فالله تعالى يرشد عباده إلى التأدب بهذه الآداب حتى لا يحدث المكروه. اللفتات البيانية، أولا شوفوا الآن في قضية اللفتات البيانية فاسق، فلاشنا نكرة يعني ما قالش الفاسق، معناته أي فاسق، أي فاسق يعني بمعنى انتبه، لما كان إن جاءكم فاسق بنبأ فهي لا تعود على مين؟ على الوليد، لأنه لا يجوز اتهام صحابي بالفسق، وإنما جاءت نكرة يعني أي واحد. لكن لو قال إن جاءكم الفاسق بنبأ معناته أيوة أكد أنه الوليد فاسق لأنه هو اللي فسق، لا، وإنما جاءت طلعي لتفيد العموم. أي إن جاءكم أي إنسان يتصف بالفسق فلا تقبلوا خبره حتى تمحصوا لتعلموا الصواب من الخطأ قبل البت في الحكم. والنكرة هنا جاءت في سياق الشرط، فهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، طلع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي هذا التنكير رد على من زعم أنها نزلت في الوليد بن عقبة وهو من كبار الصحابة، لأن إطلاق الفسوق عليه بعيد. ليش؟ لأن الفسوق هو الخروج عن الشيء والانسلاخ منه، والوليد كما يذكرون ظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا. انتبهي الآن صيغة السؤال، يعني بمعنى أن هناك من يزعم أن الوليد، أن الآيات نزلت في الوليد بن عقبة، شفتين؟ وهو بيني ذلك مع الترجيح. أنت بدك تبيني، معناته أنا بدي أبين، انتبه إيش بدي أعمل، بدي أخذ النص وبدي أحلله، وبعد ما أحلله بصدر أو بخرج بمين؟ بجيب الآراء اللي موجودة وبخرج برأيي. أذن إحنا بنقول إنه أولا أنه لا يجوز إطلاق الفسوق على الوليد ابن عقبة لأنه من كبار الصحابة، وهذا لا يليق بمقامه أن يكون فاسقا. اثنين، أن الوليد لم ينقل الخبر عن قصد، عن قصد إثارة الفتنة وغيرها، وإنما هو من باب الظن، والظن خطأ. طب احنا بدنا نشوف الخطأ. شفتوا الآن لما نقول أخطأ والمخطئ لا يسمى؟ أيوة.
إن قال لما بنتكلم عن قضية أن الخطأ والفسق أو خلينا نقول المعصية اللي هو معصية، المعصية أحيانا بتكون عن قصد، مظبوط؟ وبعدين انتبه اللي بيخطئ عليه إيش يترتب عليه؟ إثم. لكن الخطأ بترتب عليه إثم؟ إن أخطأ اجتهد، إن أخطأ له أجر، وإن أصاب يعني هذا مشكلة. يعني الذي حدث عند الوليد أنه أخطأ لأنه شافوا مقبلين عليه، فكان الظن ترتب عليه أنه قضية أنه هو أخطأ في التقدير بغير قصد، انتبهوا بغير قصد، وهذا مهم جدا. وانت بدك ايه تتثبتي، لانه هنا بنشوف انه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالوليد ظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا، عشان تفهمي ايش الفرق بين الخطأ وبين الفسق. ولهذا لا يجوز، اولا لانه صحابي، اثنين لانه ظن فأخطأ. هاي الاجابة النقطتين، ماشي الحال. الان شوف، الآن عبر القرآن الكريم إن جاءكم فاسق، إن تفيد إيش؟ التشكيك، يعني عطول مباشرة، لأن تفيد التحقيق ليبرهن على أن وقوع مثل هذا الحدث في المجتمع المسلم إيش ماله؟ نادر الوقوع وقليل. يعني إن جاءكم، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، يعني بمعنى أن وقوع المسلمين في قضية الفسق بنقل الأخبار بدون تثبت هذا يحدث قليلا، نادر ما يحدث. عشان هيك قال إن جاءكم فاسق، يعني دليل التشكيك، يعني ما معناته مش كل مسلم أيوة يأتي بهذا الخبر. طيب بعدين فيه واعلموا أن فيكم رسولا، يعني واعلموا أن رسول الله فيكم، تقديم قدم الخبر إن على اسمه ليفيد الحصر، عشان يفيد إيش؟ اعلموا أنتم شيك، وقضية الآن معنى الحصر المستتبع لزيادة التوبيخ لهم. أعلموا أنتم، يعني هذا لا يليق بكم أنتم يا مسلمين، بينفع تنقلوا الخبر؟ معناته أنتم بصيروا زيكم زي الفسقة، إياكم يعني تحذير وتوبيخ، لا يليق بكم كمؤمنين أن تلجأوا إلى ذلك. يجي يتفرج الرسول على مجتمعاتنا اليوم، يجي يشوف. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لو يطيعكم، طلع التعبير بالفعل المضارع، ما قالش لو أطاعكم. يطيعكم إيش معناته؟ الاستمرارية والديمومة في الطاعة، يعني بمعنى أنه هنا أساس تجسيد وتصوير المنظر وتصوير بلان. حبب وكره الإيمان والكفر طباق. بعدين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طلع إيش بقول الفخر الرازي؟ أتبع قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ بعد بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله. طب ليش؟ ليش قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واعلموا أن فيكم؟ قاعد بقولهم أنتم ناسيين أن الرسول بينكم؟ يعني معقول وأنتم قاعدين بتتناقلوا الأخبار الفاسدة والرسول بين ظهرانيكم؟ ليش؟ طلعين؟ ليوضح أن الذي يغمض عليكم، يخفى عليكم، يغيب عن بالكم، فالرسول بين ظهرانيكم، من السهل أن ترجعوا إليه. ليش قاعدين بتقولوا كلام من عندكم؟ يعني ارجع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه لو اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرسول بينكم بين ظهرانيكم، مرشد موضح لكم، لا يوجد عنده لا حيف ولا ضيم ولا ظلم ولا جور على ناس. ولهذا القيادة المسلمة بيعتمدش على أراكم ولا بسمع منكم وامشي، إنما يعتمد على الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداقا لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ظل الأسلوب الثالث وهو الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، يعني المخاطبة مخاطبة للإنسان المباشر، هو قاعد بخاطب في الإنسان وبعدين يعني حاضر، يعني كلام في الحاضر، بعدين وإذا بيتكلم أولئك هم الراشدون. طب وبقول إيش؟ واعلموا أن فيكم، طلعي الكلام واعلموا أن فيكم، قاعد بيكلمهم في الحاضر، بعدين قال لهم أولئك هم الراشدون. مين الأولئك؟ هذا أسلوب من الأساليب. ثم قال طلعي
حبب إليكم الإيمان وزينه. حبب في الماضي، شفتوا بيتكلم عن الغيبة وغلب. إذن هذا اللي باختصار إلم. إذا بدك تنتبهي في المقطع، في المقطع اللي تركزي على قضية التثبت والوليد ابن عقبة، كيف أنه جاء بقضية الظن واعتماد الظن لا يمكن أن يغني في هذا خطأ ترتب عليه وغير قصد. والنقطة الثانية، لا يمكن أن يتصف صحابي جليل مشهور بالتقوى بقضية أنه الفسق، وإنما جاءت فسق نكرة تفيد أي فاسق، يعني تأخذ عموم اللفظ لا خصوص السبب. الآن نقف مع المقطع الثالث، وجوب إصلاح ذات البين. انتبهي إلى كلام الله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم. شفت الآيات الكريمة على الآن تعطي أولا عدم رفع الصوت بين يدي الله ورسوله، ثم قضية الآن التثبت، ثم وجوب الإصلاح بين المؤمنين، وإصلاح ذات البين من الخصائص الطيبة. لو نظرنا إلى الآيات لوجدنا أنها نزلت في حق امرأة من الأنصار. هذه المرأة تسمى أم زيد، كانت تحت رجل من غير الأنصار، يعني متزوجة واحد غير أنصاري، فتخاصمت مع زوجها فأرادت أن تزور أخي لها قومها، فحبسها زوجها منحها، فلما منحها وجعلها في علية في مكان لا يدخل عليها أحد من أخي لها على الإطلاق، يعني فوق سكنها، فأرسلت إلى قومها بطريقة ما فإشمالوا فأنزلوها لينصرفوا بها، بدهم يخذوها وروحوا. فاستعان الرجل بأهله، هي جاب أهلها وراح جاب أهله، وبالتالي فجاء بنو العمومة ليحولوا بين المرأة وبين أهلها حتى يأخذوها. كان من المعيب أن المرأة يخذوها من بيت الزوجية وخاصة بالقوة وبهذه الطريقة، فتدافعوا وتجادلوا وتضاربوا بالنعال. شفت في مجتمع، وانتبهي، واقتتلوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الأيش، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من إشمالهم ما يصلح بينهم، ففاءوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أولا عشان إحنا بدنا نكون دقيقين، هذا الكلام مع بداية إقامة الدولة الإسلامية، يعني ليس بخلق للصحابة أن يختصموا بعد أن تمكن الإيمان أو خالط الإيمان بشاشة القلوب. متذكرين إحنا لما تكلمنا عن قضية التشريع للمرأة في بداية الإسلام، كانت تشق الجيب وتلطم الخد وتنعى بنعي الجاهلية، فبالتالي عشان هيك كان منحها من كثير من القضايا. لكن بعد أن تمكن الإيمان وأصبحت المرأة، ماذا فعل برسول الله؟ وكل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، وبالتالي تحث الأبناء على الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وتمكن الإيمان في قلبه وتخلصت من عادات الجاهلية. احنا يا اخواتنا الكريمات في بداية الإسلام، يعني حديث عهد بالإسلام، مش معقول أنا البارح بلتزم المنهج الإسلامي البارح بدين معناته الناس بدهم مني إني أكون أنا ملك على الأرض. وهذه مهمة جدا في حياتنا، مش معقول. في فرق بين السابقين والذين تشربوا الفكرة، تشربوا المنهج، عاشوا سنوات طويلة، لأن السنوات إنه كفيلة أن تهذب النفسية البشرية، تهذب نفوس المسلمين. لهذا بدنا نفهم إنه القصة هذه حدثت مع بداية الإسلام، واقتتلوا بالنعال على امرأة وهذا كذا. وإحنا اليوم لو بتشوفوا العائلات
حدث ولا حرج من الاختصام، مع أنه مش مقبول من الرجل أولا أن يحبس زوجته، ولا كذلك مقبول من المرأة كل ما اختصمت مع زوجها يعني بدها بتهدد بأهلها أو تروح عند أهلها. وإحنا يعني من العادات السيئة اللي موجودة الآن أنه لما بنشوف المرأة أول ما بتختلف، بس اختلاف حتى لو مجرد أمر بسيط، بتروح أول ما بتفشغلها في الخزانة تبدأ تنزل في الملابس ويلا وحاطة صورة بدها تحرق. طب انت بدك تخرج على بيت اهلك، طب روحي، طب ليش الملابس؟ يعني انت بدك تطلع ما ترجعيش؟ اذا بدكش ترجعي خذي. انا بقول كويس، بتعرفوا كان ايش معناته؟ كان ولا مره امراه على ذمه زوجها للان. لانه النساء عاطفيات، كل ما اختصمت زوجها ما اخذت ملابسها وطلعت معناته فيش رجعه. معناته كويس للزلام بتزوجوا كثير. والله هذه مصيبه، مصيبه يا اخواتنا. انا بحكي انه الحياه الزوجيه بين الازواج يعني حياه راقيه. الأصل قلنا علاقة النفس بالنفس وعلاقة الروح بالروح. اختلفت انت وياه، كل الناس بتختلف، وبالتالي مش معقول انك انت وياه نفس الطباع ونفس المشارب ونفس التفكير ونفس الكذا. مستحيل، هذا مستحيل انه ربنا يخلقنا بنفس الرؤية ونفسه. ممكن نتوافق في كثير من القضايا، اذا توافقنا 60% 70% ممتاز، وكل ما ازداد التوافق بكون، لكن في هناك نقاط اختلاف. واذا اختلفتي انت وزوجك وكانت مشادة ولا مشاجرة، بامكانك بطريقة ما انك تخرجي على دار حماك، عند حماتك، عند اخته، عند، ما تروحيش على اهلك على الاطلاق، ولا ناس حتى لا خالتك ولا عمتك. اما خالته وعمته اما اخته وانا بقول لك هذه مشاعر عند الرجوع عند الراجل، لابد انه المراه تراعيها، وعلى الا تخرجي وتتحدثي في المشكله على الاطلاق، كانك انت رايحه زياره وبعدين تتغيري جو ربع ساعة نص ساعة وترجع تعودي إلى البيت ولا كأنه شيء. وكيف حالك وكيف أنت؟ والله أنا اشتقت لك وجيت يعني أسلم عليك، لقيت في عندي فرصة متسعة 5 دقائق 10 دقائق وأنا وأرجع، وما حتى ما قلتش لأخوك ولا كذا من أنه ما كانش في البيت وأنا جاي من هالكلام، وانتخينا في الموضوع. ترجعي حتلاقي متأكد الجو يختلف اختلاف كامل، وهو بقدرك وبحطه عراسك. ومرات إحنا مش لبقين الرجال، ومش مرات، دائما 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 احنا مش لباقي. صحيح انا بقول البيئه والمجتمع لها دور، لا لا لا، انا بدي اقول لك حاجه، في فرق. انه شوف انا عشت في لبنان سنوات حوالي 6 سنين، وانا في لبنان السواق انت بتعطيه وبقول لك تسلمي عيني تسلمي حبيبتي. احنا لو واحد سواق يقول لبنت حبيبتي بنطخه، لكن هم عندهم اللهجه تقبريني تسلمي كلام كلام، يعني هم بيتهم رقيقة وناعمة وغيره. احنا مشكلة. طب احنا والله الزوجة اذا في السنة كلها بتسمع كلمتين هذولا لا بتكيف المقالة. احنا ما عندناش البيئة لها دور قضية. انا بقول المرأة برضو بتكون فاهمة هذا القضية، مش معناته انه الزوج ان لم يكن مثل هذا الكلام انه بيحبهاش وبده شيء وكذا، لكن انا بقصد انه احيانا الزوج بيقدرش يعبر عن مشاعره، لكن في داخله بيكون مبسوط جدا انه هذه الزوجة لم تكبر المواضيع، ما كبرتش الموضوع، معناته زوجته عاقلة، يعني معناته خرجت واجت، وخاصة اذا مثلا هي وداخلة عشان ما تخليش الشكوى راح، والله انا رحت عند اختك ام فلان وبتسلم عليك وهي كويسة والاولاد كويسين. انت بدري مش ضربة بوز وبعدين بده مش حيصير تفاهم، وحيشك انك رحت عقلك او كذا، وصير الشيطان. هذا بيكون نتكلم عنه في التثبت وفي الغدو وحتى في الاصلاح، وبالتالي عادي انت بيني وهي الشطارة اللي باقة فيك عشان تكسبي منه كلمة حلوة. الان مثلا انت حتقولي له والله بتسلم عليك اختك وانا رحت عندها وبتسلم عليك، ايش حيضطر يقول لك؟ الله يسلمك بارك الله فيك وفيها، خلصنا. بعدين بتبدأ بتتحدثوا في الأمور الثانية بتتراجع. أنا بقول هذه مسألة مهمة جدا. السبب النزول الآخر قيل إنه أنس بن مالك بقول قلت يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي، إيش يعني عبد الله بن أبي بن سلول؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا بدهم يتوجوه يصير ملك أو رئيس للمدينة، وأجى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ مكانه، فكان في صدر عبد الله بن أبي في شيء حقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور عبد الله، يعني أنت لو زرته ممكن تخفف عنه، ممكن بالتالي تلطف الجو بينك وبينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحسن الموضوع فذهب لزيارته، فركب حمارا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أنا إلي وقفة مع قضية حمار هذه. وانطلق المسلمون يمشون وماشيين معه، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول له ابعد عني إليك عني، فوالله
لقد آذاني نتن حمارك. حمارك له ريحة. شفتي؟ ابعد عني، اغرب عني، جايبك انت بهالريحة اللي بكذا وكذا. شوفوا الاستقبال. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب أطيب ريحا منك. ريحته لسه أحسن من ريحتك. شفتوا الكلام؟ وغضب لعبد الله، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، الناس اللي قاعدين عنده جماعته. الآن ما كل واحد له حاشية، احنا العقيد الفلاني لزلمه، الرئيس الفلاني والزعيم الفلاني، دكاكين دكاكين. وبالتالي هنا كان رجاله هذول الناس اللي قاعدين أتباعه غضبوا للأنصار، وهذول آخرون من قومه، فكان بينهم حرب الأيادي والجريد والنعال. فنزلت هذه الآية التي تبين أنه يجب الإصلاح فيما بين المسلمين. وأما السبب الثالث أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنخيل والنعال، فنزلت هذه الآية. وأما النقطة الرابعة أنها نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مدارة، أي خلاف في حق بعضهم البعض، فاختصموا، فجاء هذا الأمر بالنهي عن قضية وكل أنتم لاحظة الأيدي والجريد والنعال في الثلاث روايات، الجريد والأيدي والنعال. يعني ما حدش جريدة عصاي، احنا اليوم بأخذ كلاشن كلاشن، احنا بنفعش. احنا كان المقتلة، وانا بدي اقول اذا كان حسنة من حسنات الحكومة الموجودة عندنا في غزة الان، هي اولا انها قضت على النعرات الطائفية لعائلة فلان، والعائلة فلان اللي كانت بتدخل على مركز الشرطة كانت تقتل الشرطي في داخل الشرطة، ويستجري ما يستطيع مدير الشرطة انه يشهد امام المحكمة بانه شاهد فلان وهو يقتل فلان. وحوالي 10 قتلوا من رجال الشرطة في الداخل. وانا اذكر وانا كنت عايش في المحطة، في منطقة المحطة التفاح، انه لما قتل ابن زهرة من احد العائلات، ومع احترامي انا مش قادر اذكر العائلة خوفا من الحساسية، عدوا عليه قبل المغرب امام مركز شرطة الشجاعية، ووضع حذاءه على رأسه وأطلق عليه النار فقتله أمام مدير الشرطة، وما استطاع أحد أن يشهد عليه بهذا الحدث، وراحت الدم. اليوم على الأقل أنه احنا بنقول قضي على هذه الفتنة ويكفي هذه نعمة. النقطة الثانية، أذكر تلك الفتاة التي قتلت عند مفرق أبو مازن، وهي كانت منتقبة وذاهبة إلى امتحان الثانوية العامة، عندما لطمها الشرطي على وجهها وأراد أن يجبرها على خلع النقاب، فقامت بالرد بصفعه فأطلق عليها الرصاص وأردها قتيلة. شنو هذا الكلام؟ نعم صحيح. وبالتالي هذه قضايا خطيرة جدا، اقتتال دخلوا على اللي هو الشيخ محمد الرفاتي، وهو كان إمام مسجد العباس، وهو بجانب شرطة العباس، فأرادوا أن يقتلوه فهرب، فلحقوه في بيتي وقتلوا أمام زوجتي وأولادي. شوفوا هذه قضايا اليوم إحنا انتهت، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلمش عشان بدي أثير حاجات، بس أنا بدي أتكلم عن وضع جاهلي فلتان بكافة القضايا. واليوم أنا بقول على الأقل بالفعل إحنا يمكن رجعنا خطوة أو تقدمنا خطوة للأمام، إنه ما فيش عائلة تستطيع أن تحل السلاح لإطلاق النار. أنا بقول